لسه بنتكلم عن النماذج الإيجابية اللي موجودين في الحياة عامة وفي مصر، وبنتكلم عن بنات مصر بقى الشطار. النهاردة معانا نموذج لواحدة من بنات مصر المبدعات اللي خلقوا مساحة كبيرة من الإبداع في مجال الرسم على مستوى مش مصر بس، لأ العالم كله. ضيفتنا النهاردة هي حبيبة محمد قطب، واللي فازت بجائزة إيفاك العالمية في مجال الرسم. الحقيقة دي مش أول جائزة تحصل عليها حبيبة. حبيبة سبق وقبل كده إنها فازت بالمركز الثالث على مستوى أفريقيا في مسابقة حلمي، واللي أقامتها السفارة الصينية على مستوى دول التعاون الإفريقي للشباب الأفارقة. فازت أيضا بمسابقة سفير الثقافة الصغير ممثلة برضو عن مصر. رحبوا معنا النهاردة بحبيبة اللي منورانا في صباح الخير يا مصر. هي والدتها الأستاذة أميرة حسين تعرف من خلالهم على رحلتهم في مجال الرسم، إزاي دعمت الأم الموهبة، وإزاي حبيبة رسمت، يا رب ما تتكسفش زي ما قالت لنا. إن شاء الله. يا حبيبة صباح الفل عليك. صباح النور. إزيك يا حبيبة، عاملة إيه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد منورنا انتوا الاثنين. الحمد لله. الحمد لله. مبسوط بيكم. مبسوطين بيكم قوي، وانت اصلا شكلك صغير جدا كمان. ميرسي لذوقك. فحلو الدعم يمكن اللي بنشوفه دايما من الامهات المصريات لما بيؤمنوا بحد من ولادهم. هم ما بيؤمنوش عادي، لا بيقولوا انا هوصله للعالميه، ويمكن ده اللي عملته والده حبيبه. خلينا نبتدي معاكي حبيبه الاول. انت شكلك صغير قوي، عندك كام سنه؟ وايه هي المسابقه او مسابقه ايفاك اللي انت فزتي بيها وسافرت لها فين؟ انا اسمي حبيبه، عندي 15 سنه. 15 سنه. مسابقه الايفاك دي جت عن طريق مركز القومي لثقافه الطفل، استاذ محمد نصف واستاذ سحر يوسي. بدات المسابقه انها بعد ما اعلنت عليها وزاره الثقافه، بدات انها اشتغل في اللوحه، وانها كانت بتتكلم عن رسم حر، فبدات بقى انا ابدا اشتغل في لوحتي، بعدين سلمتها للمركز القومي لثقافه الطفل، وبعدين تم تحكيمها من كذا لوحه انها تسافر اليابان وتمثل مصر. بعدين الحمد لله تم ترشيح لوحتي ان تبقى هي الفايزه. وسافرت اليابان. سافرت اليابان. لينا هنا واقفه نعرف انت عملتي ايه في اليابان. مثلتي مصر يعني، وانت كان عندك كام سنه ساعتها؟ 15. اول يعني الشهر. الكلام ده اول الشهر. سافرت يوم 1 اغسطس. والله. يعني انت مثلتي مصر. انا شايف ان في 3 جوائز، واحده افريقيه وواحده عالميه وفي واحده ثالثه، صح كده؟ صين تبع الصين. احكي لنا طيب انت عن الثلاث جوائز دول عاملين ازاي، بما انك والدتها واكيد حبيبه ما شاء الله عليها، هي موهبتها تخطت يعني معايا، لقيتها ما شاء الله بتتطور. كنت كل دايما ببحث على المسابقات علشان خاطر اقدم لها فيها، كل ما الاقي سفاره منزله مسابقه. المهم اشتركت حبيبه في مسابقه سفير الثقافه الصغير وكسبت فيها سفير الثقافه الصغير. اشتركت في مسابقه اليابان دي زي ما هي وضحت عن طريق المركز القومي لثقافه الطفل، واختاروا لوحتها من ضمن اللوحات اللي اتقدمت من مصر كلها ضمن مع 4 لوحات تانيين، وسافروا اليابان، وفي اليابان هناك هم اللي اختاروا لوحه حبيبه، ودي كانت دفعه وحاجه جميله ان هي تكسب مسابقه الايفاك دي، لان حبيبه بتحب اليابان قوي. ومسابقه الافارقه دي الحلم للفضاء دي حبيبه كسبت الثالث على مستوى افريقيا من ضمن 50 فرد على مستوى افريقيا. حلو قوي. من مصر كسب بنتين بس، حبيبه بنتي كسبت الثالث. والمسابقه دي كان متقدم لها فنانين، وكان متقدم لها كبار في السن، يعني مش ناس بس من اعمارها، مش ناس من اعمارها خالص. يعني اللي كسبت معاها من مصر رضوى وعندها 21 سنة. هم دول بس اللي كسبوا من مصر. روضة ما شاء الله كسبت مركز أول، وحبيبة بنتي كسبت المركز الثالث على مستوى أفريقيا. ودي 21 ودي 15. ده غير إن اتقدم لها ما شاء الله طلبة فنون جميلة، وكان السن بتاعها مفتوح، وتكريمها إن شاء الله دي الشهر الجاي مع السفارة. طيب حبيبة، أنت كل مسابقة كان ليها رسمة مختلفة صح؟ تمام. خلينا نتكلم عن الإيفاك. أنت كنت بتقولي دلوقتي إنه رسم حر، الرسم الحر ده معنى كده فاتح لك المجال إنك ترسمي أي حاجة أنت عايزاها، فالموضوع صعب إنك تقعدي وتفكري وتبدعي في الرسمة اللي أنت هترسميها. رسمتي إيه؟ أولا اسم اللوحة رسالة حب من ملكة الحب حتحور، تتكلم اللوحة عن ملكة قوية اسمها حتحور، هي عايزة توصل حبها للثقافة المصرية واليابانية، فحبيت اتكلم في الخلفيه عن الثقافه اليابانيه والمصريه في الرموز، وحبيت اخرج من الصولجان الفرعوني منه شجره الساكورا اليابانيه،
وده كده تمثل اللوحه كلها رساله حب من حتحول. حطيتي كوت ده في اللوحه؟ يا نهار ابيض. ده ما جت الثقافتين مع بعض. بتهتمي بايه يا حبيبه يعني؟ بالوان اكريليك. بس يعني واضح ان عندك فكره على الموضوع، مش بتدرس. يعني هي سرشت وعملت. انت عامله بحث مش عامله لوحه. حلو جدا. بتحب دايما حبيبه ان لوحتها تحكي حكايه. كويس. يعني عايزه اقول لحضرتك ان انا سبب اكتشافي موهبه حبيبه دون ان انا لقيتها اول رسمه رسمتها خالص، الرسمه هي اللي خلت دماغي فكرت. كانت هي ساعتها عندها كورونا وخفت، هو دي اول لحظه اكتشفنا فيها، كان شهر 2 سنه 2021. حبيبه رسمت ايه وهي في التعافي؟ بنت قاعده بظهرها، واقفه بظهرها وقاعده على كورونا، وقدامها شروق الشمس. ايه ده؟ اللي هو يعني بنت بتحلم ان حياه جديده وان كورونا دي تنتهي ورا ظهرها. فدي كانت لحظه بالنسبه لي مصيريه، يعني ما شاء الله هي البنت فاهمه وعايزه تتخطى لقدام. طب ولوحه الحلم للفضاء بقى كانت ايه؟ تتكلم عن بنت نفسها تبقى في مكان جديد واقفه على الكره الارضيه المتشققه وقدام منها كتاب، لان طبعا عمرنا ما نوصل للفضاء الا بالعلم. فالبنت قاعده على الكره الارضيه وبس قدامها. شاطره قوي. شاطره قوي. بس قدامها ما شاء الله عليك. بمساعده قاعده بقى على الكوكب الارض وبص بقى للفضاء من جوه الكتاب، ان ايه يعني حاطه ايديها بقى ليه ده عايزه تروح كوكب جديد في حياه جديده. ان العلم هو اللي هينفعنا ويخلينا نتقدم لقدام. طب انت بتشتغلي على نفسك في قصه بقى الديزاينر، يعني بتتعلمي على الكمبيوتر برامج تحاكي ده، ولا انت معتمدة على الرسم بالايد؟ تاخد كورسات بعيد عن الكمبيوتر. يعني انت قصدي انك عايزه تخشي فنون جميله ولا عايزه تكملي جرافيك و... فنون جميله. عايزه تخش فنون جميله. تكملي رسم. طب يعني انه حبيبه تبقى بالشطاره دي واكبر من سنها وما شاء الله تتكلم وترسم وتتخيل وتبدع، في اسره كده دعمت، في اسره فتحت مدارك، في صح. اسره يعني بتعملوا ايه بقى في البيت؟ صح. احنا عايزين نماذج منها كتير، عايزين نعرف انت في البيت عملت ايه. حبيبه عندنا احنا مسمينها كلنا في العيله فنانه العيله. يعني ما شاء الله لو اقول لحضرتك ان كلنا بندعمها، من اخواتها لباباها اكبر داعم ليها، لكل العيله، جدتها، عمتها. عندها كم اخ واخت؟ عندها اخين، يوسف ومحمود. يوسف سته ابتدائي ومحمود اولى ابتدائي. كلنا بنشجعها، يعني كلنا حبيبه بترسم يعني سيبوا لها وفروا لها جو حلو، مش عارفه ايه، باباها دايما يوفر لها خامات، عمتها. الله الله. والله جدتها، احنا مسمينها في العيله الفنانه بتاعتنا. مثلا في مناسبه يا حبيبه ارسم لنا لوحه نهادي بيها. طب والله حاجه جميله يعني. فهي لا يعني الاسره كلنا عندنا بندعمها، وبره الاسره الكبيره بقى، المدرسه، المدرسين، كله بيحب حبيبه ويدعمها. حتى مدرسين الرسم اللي حبيبه اتعاملت معاهم، يعني لما كنا في فتره العزل كانت حبيبه بترسم ونبعت لمدرسه المدرسه نوري لها اللوحات. كانت تقول لها يا حبيبه، كانت لسه بقى حبيبه في البدايه خالص، رسمها اللي هو خفيف بسيط، كانت تقول لها ظبطي ده، اعملي ده. ابتدت تنزل على المدرسه، شجعوها. حلو. بعد كده اخذنا ما العزل مشي، رحنا مكتبه مصر العامه واخذنا فيها كورسات مع ميس هاجر. ميس هاجر شجعتها. حلو. جت الدراسه، اخذنا مع مصطفيه. مصطفيه علمتها تمسك الفرشه. يعني كل حد ما شاء الله ادى لحبيبه، ضاف لحبيبه حاجه، وكل حد ساب مع حبيبه علامه. صح حبيبه؟ حبيبه بتحب مدرسينها كلهم، والحمد لله كلهم شايفينها موهبه. حلو. متميزه. ولما رحت اليابان شفتي اكيد رسامين تانيين جميله خالص من دول تانيين. اتعلمتي بقى مدارس تانية؟ يعني شفتي جنسيات عامله، كانوا مين معاكي في اليابان؟ شفت كان معايا صربيا، ومعايا من، وقابلت اليابان، كان في برضه ناس معانا من اليابانيين اكيد، وكان معانا اندونيسيا، بتخيلي ماليزيا واندونيسيا والفلبين وايرلندا. كان في دول كتير، كان في دول كتير. اتعلمتي منهم، شفتي رسوماتهم، ثقافاتهم يعني؟ شفت رسوماتهم. كانوا عاملين لهم برنامج ثقافي جميل جدا جدا. كان حلو. واليابانيين كانوا حابين حبيبه، هم اصلا فعلا بيحبوا المصريين ورحبوا بيا جدا، وانا فعلا فرحت جدا ان انا عملت معاهم، فعلا الناس طيبه جدا. طيبين جدا. الشعب الياباني مرحب وبيحب المصريين قوي. وحبيبه كمان عشان كانت بتقول لهم كلمات بالياباني. صح. طيب حبيبه انت في ثانويه عامه دلوقتي، داخله اولى ثانوي. ازاي ناويه توفقي ما بين، اول حاجه ناويه تكملي في يعني
هتكمليه في الرسم، لكن ايه الكليه اللي انت نفسك تدخليها؟ دي حاجه. وتاني حاجه ازاي ناويه توفقي ما بين شطارتك دي في الرسم وما بين انك برضو في ثانويه عامه تبقي محافظه على درجاتك وتجيبي درجات كويسه؟ انا عايزه ادخل جامعه فنون جميله، وطبعا انا الرسم بالنسبه لي بحاول اوفقه مع الدراسه، وغير كده ان الرسم دايما بيشيل مني عبء الدراسه، اللي انا بخرج مني طاقتي من الدراسه، ان دايما بيبقى في ضغط، فدايما بقعد في الرسم كده اقعد ارسم شويه بعدين اذاكر، يعني بوفق وقت لده لده عشان ما اضيعش الرسم، ان انا دايما تبقاش قاعده وفي نفس الوقت بقى اذاكر عشان اعرف انجح وتكمل مستقبلها، عشان تظبط ما بين العلم والدراسه. يعني الموهبه تبقى مع الدراسه. حبيبه كمان بالنسبه لها الرسم حياه، مش اللي هو مجرد حاجه ينفع توقفها، حاجه بتخليها تكمل وتستمر لحياتها. سبحان الله ان ربنا بفضله يعني خلانا حطينا ايدينا على الموهبه دي، لان دي فرقت مع حبيبه في كل حاجه. حتى مدرسينها قالوا كده، يعني حتى مدرسينها شافوا ده قالوا يعني ما شاء الله حبيبه الرسم ده غير من حياتها وغير من طريقتها وغير منها حاجات كتير. غير منها حاجات. وهي لما بتعمل يعني رسم او بتصمم رسم ازاي بيبقى فيه الموضوع، يبقى فيه سيرش، يبقى فيه بحث، يبقى فيه علمها حاجات كتير، ثقافها، ادالها ثقافه، يعني قصه اليابان وقصه الكلمه اللي القتها في اليابان دي، ان حبيبه تقف وتقف قصاد الاجانب وتقف وتقول كلمتها بالثقه وان هي تعرضها، دي كانت حاجه جميله جدا، مش حاجه كانت وردك سهله بالنسبه لطفله 15 سنه انها تقف وتقول الكلمه بتاعتها، دي كانت حاجه جميله وزود ثقتها في نفسها. يعني المسابقات دي بتزود للمواهب وللاطفال وبتدي لهم دفعه وتشجعهم ان هم يقدروا يكملوا حياتهم. انا بس عايزه اقف معاكي يا حبيبه عند حاجه، يعني انا اللي اعرفه طبعا دي لوحه من لوحات حبيبه معروضه معانا على الشاشه موجوده دلوقتي. حبيبه عايزه اعرف ازاي يعني دايما اللي عنده موهبه الرسم بيبقى من هو صغير كده بيقعد يشخبط، انت اكتشفتي الموهبه دي وانت عندك تقريبا 13 سنه، يعني سنتين تقريبا 13 سنه. قبل كده انت كنتيش عارفه خالص انك بتعرفي ترسمي خالص؟ ما كنتش بقى مش متاكده ان انا بعرف ارسم، انا كنت برسم حاجات عاديه، مش اللي انا اقدر فعلا ارسم واوصل. بس بترسمي بس مش بروفيشنال، يعني بترسمي بس يعني ما فيش احترافيه في الموضوع. يعني ده يقول لنا ان ممكن حد يبقى عنده موهبه ومش عارف ولسه مش عارفها بتدوري عليها، عارفه يعني لحد ما بتظهر قدامك. يعني حاولنا كتير نشوف موهبه الحبيبه ساعتها بس هي ظهرت مره واحده، يعني زي ما بيقولوا كده من المحنه طلعت منحه، يعني من المحنه بتاعه كورونا ظهر منحه اللي هي منحه موهبه الرسم. دي كانت البدايه يعني. دي كانت البدايه بس. والرسم والله يعني انا بشجع كل ام انها تحاول تكتشف موهبه ولادها، لان الرسم بيشجع وبينمي وبيغير حياه الاطفال، بيغير المود تماما، بيغيرها تماما. صحيح. تماما بيغير المود. صحيح يا حبيبي، بيشيل الطاقه السلبيه، بيخلي الواحد تحس كانه علاج اصلا نفسي لنفسك. علاج نفسي لنفسك. قد ايه يعني مثلا تقعدي قد ايه ترسمي؟ هو حسب بقى رغبتي، بقعد ارسم بقى مبقاش اضغط على نفسي، بقعد كده اخد وقتي مع الرسم واقعد ارسم. تاخد وقت كتير، ممكن تاخد ايام، ممكن تاخد اسابيع، يعني اللوحه بتاعت ممكن تشخبط وترمي وتعمل درافت كتير كتير يعني. بس هي دايما بتبقى الاول، اول حاجه بتعملها تجمع الداتا وبعدين تروح حاطه الفكره وبعد كده تروح مشتغل عليها. حبيبه انت فزتي في مسابقات عالميه وافريقيه ومحليه، وكمان تم تكريمك من وزير الثقافه، ودي يمكن من الحاجات المهمه قوي اللي هتقفي عندها طول عمرك على فكره، يعني هتفضلي طول عمرك بصلها انه حاجه كبيره حصلت. احكي لنا عن كواليس التكريم ده واحساسك كان عامل ازاي والوزيره بتكرم. اول حاجه حسيت بالفخر كبير جدا لاني كرمت مسيره الوزيره، من اللي كرمت جوا بلدي، ف وغير كده برضه حسيت كانها في تشجيع كبير ليها ليا، انها قالت ان انت ناويه تدخلي جامعه ايه؟ قلت لها فنون جميله. قالت لي انت بتنمي ازاي موهبتك؟ قلت لها بالطريق والقصات. وبعدين غير كده قالت لي الاستاذ محمد ناصف اللي وفروا لها اللي هم هي عاوزاه وكده، حاسه انها تشجيع ليا، وانا حاسس كده ان حد زي ام بتشجع بنتها، قعدت تطلب منها يا حبيبه اللي انت عايزاه وخليهم يوفره لك ويحافظي على موهبتك دي ونميها علشان خاطر تبقي افضل، انت نموذج مشرف للبنات. وكانت مبسوطه جدا، يعني سياده الوزيره كانت حضرتها ودوده جدا ومبسوطه جدا، وكانت حاجه زادتنا دفعه وتقدم لقدام.
والجائزة بتاعت الصين يعني اديتها ايه او زودت لك حاجة؟ طبعا طبعا ايه بقى؟ ادتني اولا ان انا حسيت ان انا بالفخر ان انا فعلا وصلت لحاجة زي كده بسبب ماما. الثقافة الصغيرة، سافرت الثقافة الصغيرة. هو كانوا كام متسبب في الصين؟ كان كتير جدا. مثلا يعني مثلا يعني مئات يعني عشرات هم كانوا لا مئات هم كانوا قايلين انها المسابقه بعد منافسه جديده ان حبيبه كسبت بعد منافسه جديده بعد التصويت كمان حصل على تصويت من بره وجوه المسابقه دي حصل عليها تصويت في السفاره الصينيه ما راحتش في السفاره في السفاره نفسها لا وبره على كانت على موقع الويتشات حصل عليها تصويت. طيب حبيبه انت كمان بترسمي على الجداريات انت مش بس بترسمي على ورق واكريليك لا بتستخدمي رسم الجداريات ويمكن كان معانا لسه من شويه كوبل ظريف قوي كبار شويه يعني بيرسموا كمان على الجداريات في اسوان رسمتي فين بتاخدي وقت قد ايه في الرسمه حابه تعملي ايه اكتر تكملي رسم الاكريليك ولا جداريات هو رسمت في المدارس عندي في المدرسه فصل الكيجي رسمت فيه وبرضو انا احب ان انا استعمل الاثنين انا بحب اكون متنوعه في شغلي ما بحبش ابقى متبكل في حاجه واحده ادي نفسي اللي انا اعمل كذا حاجه انت عارفه انه في ناس شغلتها بس ان هي تروح ترسم على الحيطان او للشركات او لمحلات او طبعا. كذا طبعا. نفسها ترسم لنا على حيطان الشقه كلها نفسها ترسم لنا على حيطان الشقه كلها حبيبه يعني حبيبه يا ماما ارسم في القط يا ماما لعلمك اللي بتقوله بسنت ده حقيقي دي مهنه وبيكسبوا كويس جدا يعني طبعا بيطلبوا مثلا في فنادق ان هم يعملوا كده بيطلبوا في كافيهات ان هم يرسموا ما شاء الله بيبدعوا فنانين وبيبدعوا بالظبط والصور ارسموا لنا محمد صلاح ارسموا لنا مش عارف ايه ففيها وناس في ناس كتير جدا شغاله بس من عامله اعلانات على السوشيال ميديا في شفنا كتير وحبيت تتفرج على اشخاص كتير بيعملوا دون ونفسها برضك تعمل دون بس انت كأم انا شايفه في دعم كبير قوي لحبيبه وفرحه كبيره بيها ربنا يفرح قلبها دايما بيها يا رب طبعا انت حابه تشوفي ايه يعني احنا سالنا حبيبه نفسها تبقى ايه وهي جاوبت انت حابه حبيبه توصل لايه في المستقبل انا حابه ان ربنا ان شاء الله يوفقها واشوفها فنانه كبيره تحقق كل احلامها ان شاء الله انا حابه ان انا اشوفها احسن في دراستها ومتميزه برسمها وكل الناس عارفه ان دي حبيبه بترسم وتبقى نموذج وقدوه للاطفال اللي هم يبقوا افضل لقدام يعني تبقى حبيبه دي تبقى نموذج للاطفال ان طفله وزيها زيهم ومع ذلك الحمد لله وصلت واخدت مسابقات كتير وكسبت حاجات كتير في وقت قليل وناويه تكمل وناويه تستمر وده يكون دافع ليهم اهم حاجه بيكونوا ما بيتكسفوش زي حبيبه حبيبه ما بتتكسفش خالص حبيبه عسل عشان نقول لك يعني هي تمام حبيبه عسل بس حبيبه بنتي ان شاء الله اللي جاي ليها افضل وده ثقتي في ربي بتقول لي كده ثقتي في ربي بتقول لي ان اللي جاي لحبيبه افضل ودايما ان لازم ندعم ولادنا بالكورسات ندعم ولادنا بالطاقه الايجابيه حواليهم ندعم ولادنا بالحاجات الماديه نوفرهم الخامات والادوات علشان خاطر اللي جاي ان شاء الله يبقى افضل ليهم لا وهي يعني حاجه جميله بدايه مشرفه يعني 3 جوائز واحده سن صغير وفي ثلاث جوائز بس ده في غيرهم كمان وكسبت على مستوى الادارات وكسبت على مستوى الجمهوريه فالحمد لله قوي مبسوطين بحضرتك جدا استاذه اميره وحبيبه يعني فنانتنا المبدعه الصغيره بنشكرك حبيبه محمد قطب الفائزه بجائزه ايفاك الدوليه والدتها اللي منورانا كمان اميره حسين شكرا علي على وجودكم وبنتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي واستمري في دعمها وانت حبيبه استمري في الفوز وفي الرسم وفي الابداع شكرا لكم شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا تشرفنا معرفتكم